قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فالقرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد بل إن القرآن كله في التوحيد كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال القرآن كله في تقرير التوحيد لأن القرآن إما خبر عن الله وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته وهذا التوحيد العلمي أو أمر بإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وامتثال أوامره وهذا التوحيد العملي وإما بيان لما أعده الله تبارك وتعالى لمن أخلص الدين لله وقام بطاعة الله وهذا جزاء أهل التوحيد وثوابهم وإما خبر عن ما أعده الله تبارك وتعالى من العقوبات العاجلة والآجلة لمن عصوا الله وأشركوا معه غيره وكفروا به سبحانه وهذا عقاب من ترك التوحيد أو ذكر للجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب وهذا فيه ثواب من حقق التوحيد وعقاب من خالف التوحيد فالقرآن كله من أوله إلى آخره في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيضه ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا ولما كان الرسل يبعثون في الدعوة إلى أقوامهم كان أول شيء يسمعه الأقوام منهم دعوة إلى توحيد الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكل نبي بعثه الله يفتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فالتوحيد أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه وهو أساس السعادة والسر الفلاح في الدنيا والآخرة